حياكم الله من جديد نشرح في هذا الدرس عن اللوب كنترول اذا فدعني اكون ملف جديد واسميه لوب كنترول اوكي افرض عندي دالة المين وعندي فد لوب معين وهذا اللوب يعد بكونت يعد من الواحد الى العشرة اوكي واطبع النمبر او اطبع الكونت فاقول له برنت الكونت اللي هو حلو، الآن تخيل أنت تريد لما يصر، هذا اللوب إعتيادي، تعلم أنت، وإجينا قلنا print نقول له app أوكي؟ لسبب ما من الأسباب، تريد أن أنت لما يصير رقم خمسة يطلع من اللوب، نحن نعلم هذا اللوب مستحيل يطلع من عنده اللي يكمل العداد، يعني إذا نفذته، لازم يعد واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، يلا يطلع. ما ادري انت تقول اوكي اذا وصل رقم خمسة اطلع من اللوب فهنا تصادفنا حالات كهذه انه مثلا نبحث عن رقم في آ... في لسته لما نلقاه نطلع من اللسته ما له داعي نبقى فنقول له كلمه بريك لأنه ترى الان هذا بالحاله الطبيعيه راح يعد من واحد الى يستمر الى العشره بعد ما يكمل يطلع من اللوب لكن اوكي انت تقول اوكي اريد لما يصل خمسه لما يوصل رقم خمسه يطبع فاقول له اوكي يخرج فاقول له اذا كان الكاونت يساوينا يساوينا خمسة أن يخرج، فكيف أخرجه؟ فقط أقول له كلمة بريك، كلمة بريك يعني يخرج، خلاص لا تبقى، بريك هي خروج من أول لوب هو في داخله. الآن لو جيت نفذت ترى أنه كلمة بريك جميلة جدا، أنه لما يصل رقم خمسة يخرج من اللوب، وخلاص انتهينا. و يعني نعمل بريك، إيقاف كأنه هو من كلمة لوب كونترول، ما احنا احنا نتحكم في اللوب. انا مثلا ابحث عن رقم في اري بها الف رقم فلقيت الرقم في خامس ايتم لماذا استمر ابحث انا خلاص لقيته اعمل بريك واخرج اذا اعمل هنا اقول لك كونت هل هو خمسة؟ لا، هل هو اثنين؟ ثلاثة؟ انظر وصلي. لما راح يصل رقم لو ترى هنا الاوتبوت ثلاثة، لما يصل رقم أربعة عادي، يصل رقم خمسة، طبعي رقم خمسة هنا. والان بعدين راح راح يطب هنا يقول له بريك لما بريك ما راح يستمر اللوب راح يخرج من الكنترول وهذا الجميل به اكو شيء اخر اسمه كونتينيو مثلا انت تريد يطبع لك كل الارقام فقط رقم خمسة ما يطبع لك اياه فايش تقول له هنا وتذكر لك كلمه كونتينيو كونتين كونتينيو اتوقع بهذا الشكل كونتينيو اوفلي يا الشر الفرق الوحيد بين البريك وكونتينيو بريك البريك يخرج من اللوب كونتينيو لا يستمر باللوب لكن يهمل تلك الحاله يعني ايش لنرى ايش الفكره من الكونتينيو حتى تكون واضحه جدا عندنا اذا دعني ارى ايش الفكره من الكونتينيو ان انتظر دقيقه حتى يحمل انا شيء واحد اكرهها في الكاتلن انه انت اللي جاي اخذ وقت حتى ينفذ اذا انظر واحد يساوي خمسة لا اطبع واحد يساوي خمسة لا اطبع واحد يساوي خمسة ايش ثلاثة يساوي خمسة لا أربعة يساوينا خمسة لا خمسة يساوي لنا خمسة نعم راح يدخل هنا انظر لما يجي يلقى كلمة continue بمعنى اوكي اي سطر برمجي بعدي موجود ضمن هذا اللوب اهمله وارجع الى الحاله التاليه فراح ايش يعمل راح يرجع للحاله التاليه انظر هم الاسطر اللي بعدها لو ترى ما طبع لي هنا رقم خمسة راح يستمر يطبع رقم ستة سبعة ثمانية تسعة يعني ممكن تصادف نيج حالة طبعا في اللغات السابقة او في بقية اللغات لما كان عندي لوب داخل لوب يعني لو كان عندي لوب اخر وهذا اللوب بيكونت 2 in 1 2 3 وفي داخله هذا لما اردت اخرج من اللوب يعني لازم اعمل بريك هنا وبريك هناك وهذا امر جدا مزعج طبعا لكن مع الكاتلين شيء جميل جدا وفروا شيء اسمه ليبلينج يعني لو جيت قلت له اوكي اريد اضع ليبل كلمه لوب هنا ليبلت يعني وضعت هذا اللوب كليبل له ومن هنا قلت اذا كان الكاونت ثلاثه اريدك تعمل لي بريك لمن؟ للوب يعني لو ذكرنا كلمه بريك لوحده بمعنى بريك اخرج لي من هذا اللوب راح يخرج يرجع لي على هذا وهذا الخارجي يستمر يتنفذ لكن انا حتى اخرج من هذاك يعني ايش اقصد بذلك دعني اوضح لك الان بدون بريك بدون بريك ات لوب لو وضحت هنا كلمه بريك عليها وارى انه راح ياخذنا واحد اثنين ثلاثه ويستمر ما راح يخرج ثم بريك لوب امر رائع جدا طبعا تشبه الجوتو لكن كلمة جوتو هي أصلا كثير من الكتب تنصح بعدم استخدامها في لغات البرمجة لأن يعني تتيه المبرمج لما يتبع الكود فبدلوها بكلمة ليبلينج هذا ليبل انظر الآن عداد كل خارج العداد داخلي طبع لي هذا انظر طبع لي الثاني ثلاثة ما عنده شي الكونت تو ما عندي اشكال الآن لما رجع هسه راح تحملني على الحالة الكونت يساوينا ثري راح يجي هنا طبع لي ثري راح يسوي بريك بريك من مرة راح يسوي من اللوب الداخلي انظر اللوب الداخلي عداد عنده واحد لكن راح يعمل بريك ويخرج من عنده لكن يرجع لللوب الخارجي يعني ما حلينا المشكلة راح يستمر لكن لما نذكر لك كلمة بريك ات الليبل لا هنا العملية توتالي مختلفة هنا لما يصل هنا يعمل بريك يخرج لك من كلهم من اين هو موجود التايتل الكلمة اللوب يخرج من عندها وهذا شي رائع جدا في لغات البرمجه طبعا هذه اضافه جدا رائعه وتفيد المبرمجين كثيرا جدا في التحكم في الكود الخاص بهم قد يكون ضغط ميك سنس عندك في هذه المرحله لكن it will make a lot of sense in the future. يعني لوبس ما عندي اشكال يتنفذ اللوب اثنين ما عندي اشكال بي لكن لو جينا ثلاثة الآن ثلاثة طبعا الآن انظروا البريك ما راح يخرجنا من الداخلي فقط حتى من الخارج راح يخرجنا ما راح يستمر ينفذ إذا الفكرة توضح لك يا عن كلمة بريك لوب قلت لك هذا ليبل ممكن تعطي اي اسم فاينما تريد تخرج من اي لوب فقط اعطي ليبل واعمل له بريك لذلك اللوب حتى كان درست شكرا لك وفي امان الله